معايا الأستاذ باسم من القاهرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وفضلتك بخير يا فندم، ومصر والأمة الإسلامية كلها بخير يا فندم. يا رب إن شاء الله. يا أنا رب. شاكر حضرتك في البداية لأن أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة حركية، وشاكر كلام حضرتك إن أنت اتكلمت عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا فضل وكرم من سعادتك. أبدا. بس في ملحوظة صغيرة، بس أنا ليا سؤال بس هقول لحياتك ملحوظة صغيرة. فضل. أكتر شيء بيتعب ذوي الاحتياجات الخاصة يا فندم إن هو بيبقى ماشي في الشارع بتلاقي نظرة المواطن ليه نظرة عطف وشفقة، لا دي بتتعبنا بتقلمنا من جوه. انا عارف ان هو في قلبه رحمة لينا، ان هو يعني صعبان عليه، بس عارف يا حضرتك يا فضيلة الشيخ النظرة دي بتقلمنا جدا. صدق. انت بصلي على ان انا سوي، بصلي على ان انا عادي، ما تبصليش على ان انا عاجز. صدق. ما تبصليش على ان انا بص الضعف، فاهمني؟ هي دي النقطة. صدقت. سؤالي بقى فضلتك. صدقت، وانا اثمن الكلام اللي حضرتك بتقوله، لان في الحقيقة احنا كل واحد فينا، خليني اقول لك انا بنظر لها ازاي، كل واحد فينا وله رزق من الله سبحانه وتعالى، احنا متفاوتين في الرزق. اللي حصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ان هو ربنا سبحانه وتعالى رزقهم زي ما رزقني، فاحنا الاثنين سواء، احنا الاثنين ربنا وزع علينا ارزاق عشان كل واحد فينا يسعى الى الله ويطور حياته ويعمر وكمان يزكي نفسه، فاحنا الاثنين سواء. الكلام اللي انت قلته انا موافق عليه تماما، احنا الاثنين في محل نظر الله سبحانه وتعالى، واحنا الاثنين مرزوقين، فعلى كل واحد فينا ان هو يستثمر في رزق الله ما يجعل حياته سعيده. اتفضل يا سيد، اتفضل يا سيد باسم. استاذ باسم، معلش يا استاذ باسم، حاول تتصل بينا مره ثانيه، انا منتظر اتصالك لان كلام حضرتك كان في غايه الروعه وفي غايه الاهميه.